بالنسبه للناس اللي كانت يعني كتسنى على احر من الجمر باش المغرب يقول شي اخبار رسميه بخصوص فتح الحدود، كنقول لكم مبروك عليكم، تحقق الحلم ديالكم الرغبه ديالكم. الحدود غادي تحل رسميا ان شاء الله 15 يونيو يعني منتصف الشهر الحالي. مبروك عليكم، فرحت لكم بزاف، ما قلتش علينا كاملين حيت انا ياك ديجا خديت القرار ديالي. المهم نتمنى يا ربي، ما عرفتش انا الفلول، قولوا لي كيف جاوكم الشروط اللي دارها المغرب. حقا واه كانوا بعض الاسئله البنات اللي ما فهموش، كانوا واحد الاخت كتقولي لا راه الناس اللي غيمشيو من هولندا راه مفروض عليهم الحجر الصحي في المغرب لمده 10 ايام. لا البنات هادشي ما كاينش، حيتاش المغرب هو غادي يرجع يحل الحدود من جديد، ولكن قسم الدول ديال العالم الى جوج الاقسام، يعني واحد الجزء واحد العدد ديال الدول كينتميو للائحه الف، ومن بينها الدول ديال الاتحاد الاوروبي كامل، يعني كامل الاتحاد الاوروبي، اسبانيا فرنسا هولندا المانيا الى اخره، وامريكا وحتى كندا. يعني هادو اللائحه الف ما كيحتاجوش يديروا الحجر الصحي ملي غادي يدخلوا، فقط يا اما يكونوا داروا فاكسيناسي ولكن جوج ديال الابر فقط، ينصن اللي يعني كديري واحد الابره فقط. بالنسبه يعني تكوني فور لا يدخل فاكسينيت دايره جوج ديال الابر، واخر ابره درتيها فات عليها جوج الاسابيع، هكا ما تحتاجيش ديري التست ديال بي سي ار. الا كنتي دايره وحده فقط ولا بد ديري التست ديال بي سي ار، واللي كتبين بانه نتيجه سلبيه وما فيكش كورونا. بالنسبه للاطفال كاملين ابتداء من 11 سنه كما سبق وقلت لكم، حتى هما خاصهم يديروا بي سي ار تست عند العوده من المغرب الى هولندا. كديري الوليدات ابتداء من 13 سنه حتى هما كيديروا بي سي ار تست، حتى انتينا باستثناء الناس اللي دايرين التلقيح اللي هو كما قلت لكم في اللايدخ، يعني ما عندهمش مازال شي ابره مازال خاصين يديروها، هذوك ما كيحتاجوش يديروا بي سي ار تيست في المغرب ملي غادي يرجعوا كذلك، وما يحتاجوش يديروا الحجر الصحي، حيت هولندا هي اللي كتفرض عليك الحجر الصحي لمده ديالو 10 ايام ملي كترجعي من السفر من المغرب. الا بغيتي هذه المده تكون بغيه يعني تسالي هذا الحجر الصحي وتسميتو تمارسي الحياه ديالك العاديه، فخصك بعد مرور 5 ايام الحجر الصحي هنايا في هولندا تتصلي بخيخيدي ديري سميتو الرونديفو وديري التيست ديال كورونا اللي كتكون هذه باطل، يعني ماشي شي بالخلاص، كديريها عند الدوله فقط لاثبات انه ما فيكش كورونا ممكن تخرجي بكل سهوله. يعني كاين الاخوات اللي كانوا غلطوا كيسحاب لهم حتى هولندا. اللائحه بي هي فيها في الغالب الدول ديال افريقيا جنوب افريقيا الشرق الاوسط، مهم الامارات عمان، مهم هاد الدول مصر، هادو واخا تفرضوا عليهم بي سي ار تيست يعني ولا بد ما يديروها، وفي نفس الوقت ملي غادي يدخلوا المغرب غادي يديروا حجر صحي مدته 10 ايام في واحد اللوطيل اللي الدوله هي اللي غادي تختاروا لك، غادي تقول لك غادي تدوز الحجر الصحي في هاد البلاصه، ولكن الكوست او المصاريف ديال هاد اللوطيل انت اللي غادي تخلصيهم ماشي الدوله. نفس الشيء بالنسبه للناس الذين لا قدر الله مثلا في الطريق ولا حتى وصلوا واخا داروا كانوا جابوا بي سي ار تيست نيجاتيف ولكن داروا تيست اخرى وتم الاثبات ان فيهم كورونا، حتى هذوك غادي يديروا حجر صحي في اوتيل اللي كتحجزوا الدوله وكيكون على نفقتك الخاصه. هذه هما الشروط ديال المغرب، هذا الشيء اللي كيتسمى. وكذلك يعني بالنسبه للاخوات قالوا لي واش خصنا شي حاجه يعني شي وثيقه باش نمشيو من هولندا ولا من فرنسا ولا من المانيا المغرب، يعني كتثبت عندي عندنا شي حاجه مثلا ضروريه في المغرب او لا يعني المغرب دار هاد التسهيلات باش سميتو المغاربه اللي كاينين برا يجيو للبلاد يشوفوا حبابهم وهكذا، يعني ما كاينش شي وثيقه خاصها تكون ضروريه تجيبيها معك. اما بخصوص الناس اللي باغيين يجيو من المغرب لهولندا يعني فقط سياحه، هادو مازال الصراحه هولندا كتسمح حاليا يعني فقط للناس اللي غادي يجيو، خصوصا المغرب كما قلت لكم مسبقا ديجا يعني كتعتبر هولندا في المنطقه البرتقاليه، ف يعني فقط في حاله العمل هادو مسموح يدخلوا. زيد شكون الدراسه كذلك بطبيعه الحال، اما حاله سياحيه هما تيقولوا لا يعني في هذه الوقيته. بالنسبه للناس اللي كانوا علقوا تما يعني تسدت عليهم الحدود ملي مشاو عطله اولا، هذوك راه من حقهم يرجعوا لهولندا، يعني ما عندهم شي حاجه اولا خصهم يديروها، من حقهم يرجعوا لهنايا بكل سهوله، ولكن كيديروا بي سي ار تيست وكيجيو كذلك يديروا حجر صحي، يعني هادشي كيتنطبق عليهم. بالنسبه لاسبانيا
هذا النهار اللي كنصور لكم هذا الفيديو اللي هو الاثنين وغادي نزلو لكم حتى هو اليوم. درت تغييرات حيتاش كاينين الناس اللي غادي يمشيو مثلا من هولندا ولا المانيا ولا دول اخرين، درت تغييرات غير اليوم نزلتهم خصوص للناس اللي بغاو يمشيو عطله في اسبانيا. ف يعني فرضت البي سي ار تيست على الاطفال ابتداء من 6 سنوات، وكذلك ديري بي سي ار تيست وديري واحد التيست اخرى سواء دخلتي من المطار او دخلتي من لوطو. مهم بالنسبه لهولندا كذلك نفس الشيء، كتفرض عليك دائما بي سي ار تيست الا دخلتي من الاتحاد الاوروبي كامل، بي سي ار تيست فقط من الدول اللي كتكون خضراء هذوك لا، يعني ماشي مفروض عليك بي سي ار تيست دائما. يعني الشخص قبل ما يسافر خاص يشوف الشروط ديال الدوله ديالو فين، يعني فين هي ولا فين هي يعني محطوطه في اي لون او لا في اي مجموعه، وشنو هما الشروط اللي خاصو باش يسافر، وشنو هما الشروط ديال الدوله فين باغي يمشي.